السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا يونت 1 ليسون 5 الوحدة الأولى الدرس الخامس، بيقول لي ask and answer، اسأل وأجب. تعالوا مع بعض كده الأول نقرأ أيام الأسبوع. Saturday، Saturday يوم السبت، Sunday يوم الأحد، Monday يوم الاثنين، Tuesday يوم الثلاثاء، Wednesday. هنا دي سايلنت، فعملت ايه؟ وين قلت و الدبليو مع الاي، رحت قايل مين الان على طول. Wednesday يوم الاربعاء، ها Thursday يوم الخميس، Friday يوم الجمعة. Ask and answer، اسأل واجاوب. أقول مثلا what do you do، what does Haya do on Saturday. Haya مثلا plays on Sunday. What do you do on Saturday، what does Ali do on Saturday. ماذا علي يفعل يوم السبت؟ أقول له علي hops on Saturday، علي يقفز. طيب what does علي do on Monday، علي بيعمل ايه في الماندي؟ ها reads، يقرأ ايه بقى؟ قصة مثلا. علي reads a story on Monday. what does حياة do on Tuesday، ماذا تفعل حياة، ماذا حياة تفعل يوم الثلاثاء؟ اقول له حياة studies English on Tuesday، حياة تدرس انجليزي يوم الثلاثاء. What does علي do on Wednesday، ماذا علي يفعل يوم الأربعاء؟ ها بيجري، يبقى أقول له علي والفعل يجري runs on Wednesday. ها what does حياة do on Tuesday Thursday، ماذا حياة تفعل يوم الخميس؟ بترسم تلون، يبقى حياة ها تلون يعني بنت، ويطلع اس حياة بنت on Thursday. What does علي do on Friday، ماذا علي يفعل في يوم الجمعة؟ علي goes to mosque، يذهب إلى المسجد يوم الجمعة. بعد كده بيقول look and read، انظر واقرأ. ها start الاس هنا يا ولاد اسمها اس، لكن لما اجي اقراها اقول س، ها والتي اسمها تي، لكن لما اجي اقراها اقول ت ت ت، يبقى سمعتوني يا ولاد؟ ستار يعني نجمة. Let's take some steps up the stairs to watch the stars. Let's to take some steps 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 up the stairs to watch the stars. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.